في البدايه خليني استعرض مع حضراتكم قائمه الفريق، وحضراتكم عارفين طبعا النهارده كان المران الاخير للنادي الاهلي هنا في القاهره باستاد مختار التتش في تمام الساعه 1 ظهرا. الفريق اتمرن واتحرك على المطار مباشره لان الطياره كانت الساعه 4. دي قائمه الفريق زي ما حضراتكم شايفينها كده. في حراسه المرمى محمد الشناوي، شريف اكرامي، علي لطفي، خط الدفاع احمد فتحي، محمد هاني، رامي ربيعه، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، محمود متولي، وعلي معلول. في نص الملعب كل من حسام عاشور، عمرو السولية، اليو ديانج، حسين الشحات، محمود كهربا، وليد سليمان، محمد مجدي قفشه، وجيرالدو. خط الهجوم جونيور اجايه، مروان محسن، واليو بادجي. دي القائمه اللي اختارها مستر رينيه فايلر مكونه من 21 لاعبا لهذه المواجهه الحاسمه. بيغيب مين؟ بيغيب احمد الشيخ وبيغيب رمضان صبحي. البعض بيتكلم عن اسباب غياب احمد الشيخ رغم ان هو الفتره اللي فاتت كان بيشارك بشكل مستمر مع فريق النادي الاهلي. الغياب غياب فني، يعني وجهه نظر فنيه من مستر رينيه فايلر. القصه كلها في ايه يعني؟ متعلقه بايه؟ ان مستر فايلر مش هيكون محتاج احمد الشيخ طبقا لخطط مستر فايلر في المباراه المقبله، وده كان قرار من مستر فايلر وكمان ابلغ به اللاعب يعني قبل ما يتم الاعلان عن القائمه. وواضح كده ان مستر فايلر ليه استراتيجيه معينه في هذه المباراه، ليه شكل معين عايز يلعب بيه. هنشوف وممكن نتفاجأ بحاجات كتير جدا في مباراه الهلال يوم السبت باذن الله تعالى.